بدوره أكد مدير الإدارة العامة للطب العلاجي والمتحدث باسم وزارة الصحة في الخرطوم الدكتور محمد إبراهيم أن 30 مستشفى توقفت عن العمل بالولاية من أصل 133. وفي تصريحات خاصة للقاهرة الإخبارية أشار الدكتور إبراهيم إلى أن هناك مشكلات تتعلق بوصول المواطنين إلى المستشفيات مع استمرار الاشتباكات. بالنسبة للمستشفيات، عدد العمليات الكلي من عمليات كبيرة إلى صغيرة 318 عملية منذ تاريخ منذ اندلاع الحرب وحتى الآن. 251 عملية كبيرة منها في القطاع العام و67 في القطاع الخاص. عدد المستشفيات في القطاع العام 53 مستشفى والقطاع الخاص 81. مجمل عدد المستشفيات في القطاعين العام والخاص في ولاية الخرطوم 133 مستشفى. عندنا 10 مستشفيات من القطاع العام خرجت من الخدمة وذلك لأنها في مرمى تبادل النيران في منطقة مركز الخرطوم حوالي القصر الجمهوري والغيادة العامة، هي مركز سنتر الخرطوم معروف بعشرة مستشفيات. المستشفيات تم تفريغها إلى مستشفيات بديلة تقدم نفس الخدمات بذات الكوادر حفاظا على أرواح المواطنين. أما على القطاع الخاص برضو، القطاع الخاص مجموعة من مستشفيات في نفس المنطقة ومنطقة سنتر مركز المنطقة المركزية ومدرمان والمنطقة المركزية بحري، عدد المستشفيات من القطاع الخاص المتوقف عن الخدمة نتيجة لعدم أمان المنطقة للمواطنين أو طريق الدخول إليها أي شيء في المستشفى. مجموع المستشفيات المتوقفة عن الخدمة حوالي 30 مستشفى من مجموع 133 مستشفى، يعني عندنا غرابة ال 103 مستشفى الآن تقدم الخدمة على 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 أكمل وجه في الخدمة الطارئة وخدمة جرحى الحرب بالحد الأدنى من الكوادر.